ما من أمة تولي الكتاب اهتماما إلا وتقدمت في المعرفة والعلم والابتكار. هنا في أثيوبيا تتجه البلاد نحو دفع عجلة العلم من خلال تشجيع الكتاب والباحثين على الإسهام في توثيق ما تمتلكه بلادهم من تراث وحضارة وقيم إنسانية. جهود تهدف لدفع الأثيوبيين سواء داخل البلاد أو في المهجر إلى التعرف على وطنهم وما لديه من تراث وثقافة ووضع أثيوبيا على خارطة العالم. نشرت هذا الكتاب عن إثيوبيا باللغة الأمهرية. جئت إلى هذه المكتبة للتبرع بنسخ لفائدة القراء. كنت قد زرت العديد من المكتبات في أوروبا والولايات المتحدة وأرغب أن أقدم كتبي لها لتعريف العالم بثقافتنا. غير أن التقدم الذي تسعى إليه إثيوبيا يواجه صعوبات عدة، لعل أبرزها تقديم اللغة الأمهرية للعالم كونها اللغة الرسمية في البلاد. هنالك بعض المجهودات الفردية التي بدأت مؤخرا لنشر التراث والثقافة والتاريخ بلغات أخرى، ونحن ككتاب بدأنا مثلا في اللغة العربية بعدة كتب، وكذلك هنالك من يكتبون باللغة الإنجليزية للتعريف عن إثيوبيا والثقافة والتراث والتاريخ والسياسة، ولكن للأسف الشديد هي جهود فردية قليلة جدا، وتعتبر انتشار اللغة المحلية أو انتشار الكتب والإصدارات باللغات المحلية أكبر هاجس وقف أمام نشر هذه الثقافات في الخارج. إذن يبدو أن ما يحد من انتشار الكتاب الأثيوبي هو التمسك باللغة الأم التي يعتبرها كثيرون رمزا للحضارة الأثيوبية، وإن كانت هناك دعوات لتغيير وجهة النظر هذه واعتماد لغات أكثر انتشارا في العالم لمواكبة التطورات العالمية. يجب علينا الكتابة بالإنجليزية والفرنسية والعربية، وأنا عازمة على ترجمة منشوراتي إلى لغات أخرى. الأمهرية ليست اللغة الوحيدة المستخدمة في أثيوبيا، ولكنها اللغة الرسمية والأكثر استخداماً من بين 80 لغة محلية، لغة تكتسب أهميتها لكونها اللغة الأم فضلاً عن أهميتها السياسية والثقافية والدينية. اعتماد اللغة الأمهرية في الدوائر الرسمية وفرضها على بقية الشعوب الأثيوبية وإدخالها ضمن مناهج التعليم ساعد على انتشارها بشكل واسع، لكنه في المقابل قلل من فرص انتشار الحضارة الأثيوبية في مختلف دول العالم، مما يعتبره البعض حجر عثرة أمام تقدمهم وتواصلهم مع الخارج. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.